اول فرح في العالم من غير معازيم. لا استنى. يا صباح العسل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. النهارده يوم الفرح بس انا تعبان جدا، جالي دور برد باحتقان زور بشويه سخونه. الفكره ان انا مش عايز ابين لرنا ان انا تعبان عشان مش عايز اكسر فرحتها. طبعا شايفه ان انا تعبان بس مش عايز، يعني ايه، الحمد لله احسن وبتاع. وتعالوا نجهز ونستعد. فكره مجنونه انك تعمل فرح وانت متجوز ومخلف، بس الاجانب انك تسيب شخص بتحبه عشان مشاكل. فاحنا قررنا ان احنا نتخطى كل المشاكل ونبدا من اول وجديد ونعمل فرح جديد. وصلت القاعه، البدله كل حاجه جاهزه، هلبس واوريكم الاوتفيت بتاعي. ايه العريس جاهز؟ يلا بينا نبدا. قولوا لي بقى رايكم في العريس بتاع النهارده ايه؟ هي نفس البدلة القديمة، نفس كل حاجة، والدنيا زي الفل. أول فرح في العالم من غير معازيم، والسبب عشان السنة اللي فاتت عزمت ناس كتير ومحدش جه، فقلت والله لا أعمل فرح لوحدي أنا وأمي. رايحين بنجيب العروسة، بقى لها 3 ساعات المفروض تكون خلصت، لكن لقيت ده. حبيبة دي يا جماعة بحبها جدا والله، وفي أي مناسبة لازم ما هي اللي تيجي تعمل لي الميك اب، يعني شغلها حلو. لسه مخلصتش، اصبر هوريكم في الآخر، هوريكم في الآخر. بس على العريس، وسع العريس للمرة الثانية، وسع العريس. احساس حلو قوي يا جماعه، احساس حلو ان مفيش اي حد موجود في الفرح ده، نعمه من عند ربنا. الواحد واخد حريته والله العظيم. لو اوريك وش رنا قبل ما تعمل الكلام ده كله كان عامل ازاي معايا، كل الصور فيها فضايح بقى. لا استنى، هو مستني ورا اهو يا جماعه عشان يستقبل العروسه. وهنا يا جماعه رنا جابت هديه لاحمد. عايز اقول لاحمد انا بحبه قوي، انا بشكره جدا على كل حاجه حلوه بيعملها لي. جبت له بقى كده هديه يعني متواضعه. دي الحاجات اللي انا كان نفسي فيها. انا عارفه ان انت نفسك كل الحاجات دي فقلت اجيبها لك. السعادة عمرها ما كانت بالأعداد، وجود الناس اللي بتحبك حواليك هي دي الحياة. وأحلى حاجة في اليوم ده هو إننا ورانا قررنا نبدأ صفحة جديدة مع بعض تكون فيها خير وأمل وسعادة لينا. أنا كده جاهز للاحتفال، يلا ناخد رنا ونوديها على المفاجأة. إيش فيك؟ إيه رأيك فيا؟ عروسة، عروسة بالاستيكر بتاعها. بالاستيكر. هتوديني فين؟ مفاجأة. لا بجد؟ لا مفاجأة، ما ينفعش أقول لك عليها. على فكرة ما لحقتش ألبس حاجة فوق من كتر السربعة. تتوقعي هظروف فيها؟ لا مش توقع الصراحة، يعني كل حاجاتك حلوة متفاجئني بيها. لا توقعي. ممكن بركب عن إيه؟ أنت عارف إن أنا بحب بركب عن إيه؟ ممكن ينسى الروح. مش عارف. تيجي نشوف. تعالى. بس هتغمضي عينيك لحد ما نوصل. موافقة طبعاً. وعشان اليوم يكمل بسعادة قررت أودي رنا أكتر مكان بتحبه في حياتها كلها. تعالوا بقى شوف رد فعلها إيه. أقسم بالله مصدومة، أنا أول ما أنت أول ما وقفت قلت يلا هنا، أنا قلبي وقف قلت إيه ده هنا؟ كمبريسك، أنا فعلاً كنت هموت وأروح كمبريسك. أنا بحبك أوي. فكرتني بالسنة اللي فاتت لما جينا. أنا مش عارفة أتكلم. لا أي حاجة. حلاوة المكان ده بالنسبة لي مش بس في فخامته، المكان ده كان أول يوم أنا ورانا نقضيه كزوجين مع بعض.
فتعالوا بقى سيبكم من كل الكلام الرومانسي وحان وقت الايه الغدا. الصراحه الاوبن بوفيه بتاعهم خطير والناس هناك معاملتهم جميله وعندهم فرايتيز كتير جدا، يعني كل حاجه انت نفسك فيها هتلاقيها، رز بقى بالجمبري وخضر سوتيه والكباب والكفته والمحاشي والباميه واللازانيا، كل الاصناف اللي ممكن تتخيلها هتلاقيها موجوده ومحطوطه بشكل محترفيني وشكل جميل وسمبوسه، ويعني بصوا دلع للصبح. فاحنا الصراحه عشان ايه بنعمل زي الاجانب كده، انا دايما بحب اخد الطبق اللي على قدي ولو ايدي جعان تاني اقوم اي اعمل. بس الصراحه الاطباق دي كانت كفايه، وكمان المعالي كانت جميله جدا، كل حاجه كانت مظبوطه والقعده والسهره منظر جميل ويفتح القلب. للأسف والله العظيم احنا مش مرتبين الكلمة دي، طلعت كده من الزعل. حان وقت مغادرة هذا المكان، ده أحلى فندق الملكي، والله فندق ملكي فعلا. يعني اليوم مش... كان حلو، بدأ من الفرح ومفاجأة الجميلة اللي حمودي عملها لي. والله العظيم رنا ما كانتش تعرف، أنا عمري ما كنت أتوقع ولا أتخيل إن هو يجيبني تاني هنا. يعني كل حاجة هنا متنظمة بشكل، أهم حاجة الأكل بتاع المول انا عايز اخش كده حته شوكولاته قبل ما اخش، بس تقريبا اه بيرشوا ميه دلوقتي خلاص خلص. لا 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 الاكل جامد قوي، لا كل حاجه هنا حلوه والله. يلا نعمل باي باي. باي باي كيمبينسكي، باي. استنونا بقى في رحله الايه الدلع، شهر العسل، شهر العسل من جديد. والله رجلي ما مطوعانا اخرج، اخرج ازاي؟ حان وقت الرحيل، حان وقت الرحيل والخلود إلى النوم.